اهلا وسهلا بيكم متابعي اي جي ان ميدل ايست، معاكم اسلام. وفي اخر فيديو ليا في اي جي ان ميدل ايست، ما تستغربوش الموضوع. طبعا كل رحله بلا نهايه، انا بقالي 3 سنين مع اي جي ان ميدل ايست، ويمكن اخر سنه بدات اظهر معاكم في فيديوهات. وبعد ما بقيت مدير التحليل بتاع الموقع، كل حاجه ليها نهايه، دي نهايتي مع اي جي ان. اتمنى اكون قدرت افيدكم باي شيء طول رحلتي ديت، سواء مقالات سواء مراجعات، سواء اي جي ان جيم شو، سواء اي جي ان كليفيك، سواء اي شيء عملناه سوا. حتى في اللايف ستريم استمتعت معاكم كتير ولعبنا مع بعض وعملت صداقات معاكم كلكم. بشكر كل واحد في الفريق اللي ساعدني ان احنا نعمل حاجه كبيره، نحاول عملنا نعمل حاجه مختلفه تفيد مجتمع الجيمرز في الشرق الاوسط، وتقدر كل واحد بالشكل المطلوب، من اصغر واحد، من اصغر لاعب لاكبر لاعب. اتمنى كل المحتوى بتاعنا مفيد، ومش هضحك عليكم، لا، المحتوى بتاعنا هيبدأ اكبر وافضل، وهنفضل طبعا من اكبر مواقع في الشرق الاوسط. واتمنى ان شاء الله باذن الله تدعموا كل واحد موجود عندنا في القناه، او موجود صراحه الكلام يعني، بس موجود يعني معنا في القناه او موجود في الموقع. والموضوع صعب طبعا ان انا اسجل الفيديو ده دوت، بس حبيت اشكركم كلكم برساله مني اخر الفيديو، وان شاء الله اشوفكم قريب. واللي حابب يتابعني طبعا ممكن يتابعني على تويتر، يتابعني على انستجرام، هتلاقي اللينك موجود تحت في الديسكريبشن، او خوارزمي89. بس ده كان كل شيء، وحبيت اوصل لكم الف سلامه، مع السلامه كلكم. وشكرا لكل واحد دعمني، من سواء بنقد، سواء بتشجيع، سواء باي شيء. شكرا ليكم، كان معاكم اسلام. وطبعا للمزيد عن لعبه التوفيق تابعونا على اي جي ام ميدل ايست.